مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الجديد اللي راح يرافقكم طيلة شهر رمضان، برنامج الأنيس كويز. من خلال هذا البرنامج راح نطرحوا مجموعة من الأسئلة، وأصحاب الإجابة الصحيحة راح يفوزوا معنا بهدايا مهداة من طرف لو غون توب شوب. بقوا معايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرفوا عليك؟ سارة من بليدة. بن يوسف من بليدة، ولدي عيش. لينا من بليدة. ميليسا من الجزائر. سامية من بوفارك. ويت البليدة نسيمة. محفوظ من بليدة. محفوظ، إذا محفوظك مشارك معي اليوم في برنامج الأنيس كويز، إذا كانت إجابتك صحيحة احنا نتمناو ذلك، راح تفوز معنا بجائزة رمزية مهداة من طرف لو غون توب شوب. وسؤالك يقول: من أول من أسلم من الأنصار؟ عندنا ثلاث اقتراحات نقترحوهم لك، واللي هما جابر بن عبد الله، ولا حسان بن ثابت، ولا مهاجر بن دينار. شكون فيهم اللي أسلم من الأنصار وهو الأول؟ الله أعلم. حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. الله أعلم. الله أعلم. حسان بن ثابت. دينار. مالك بن دينار. بن دينار. مالك بن دينار. وإجابتك خاطئة للأسف. رجل يعني أنا بشوية زي ما نوصل من الأنصار. جبونس مهاجر بن دينار. مهاجر بن دينار. وإجابتك خاطئة ميليسا. جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله هو أول من أسلم من الأنصار، والإجابة صحيحة. يا دينا مبروك عليك الجائزة. تفضلي، هذه الجائزة مهداة من طرف لو غون توب شوب. جابر. جابر بن عبد الله. إذا أول من أسلم من الأنصار هو جابر بن عبد الله، وإجابتك صحيحة. تفضلي، هدية مهداة من طرف لو غون توب شوب. جابر بن عبد الله. على ما أظن. نعم، جابر بن عبد الله. وإجابتك صحيحة محفوظ، ألف ألف مبروك. تفضل، أعطينا كلمة بمناسبة شهر رمضان المبارك. يا خويا الله يدخلوا علينا بالصحة والهنا إن شاء الله، وكما نقولوا كل عام إن شاء الله، هذا العام إن شاء الله يكون خير من العام اللي فات. هذا واش نقولوا إن شاء الله على كامل الأمة الإسلامية إن شاء الله. شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة على المشاركة. إن شاء الله يدخل عليهم بالصحة والهنا. ان شاء الله نصوموا بصحة ولهنا، وربي يكون رفع علينا هذا المرض ان شاء الله، وربي يخلي لنا البلاد ان شاء الله تكون تخلص هذه الحيحية اللي راهي هذا ما كان ان شاء الله. نقول لكم صحة رمضانكم، ان شاء الله ينجز عليكم بصحة ولهنا، و اللي فيها الخير بيجيبها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نفوتوا بالصحة ولهنا، وعلى المسلمين كاع اجمعين، والبشرية كاع، المسلمين كاع في العالم ان شاء الله نفوتوه، يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، ونكونوا بخير ان شاء الله. هذا مكان. شكرا لكم الصحة على المشاركة. ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وهذا المرض، ويشافي كل مؤمن، ويحفظنا وليداتنا وأمة محمد، وان شاء الله خلنا بلادنا دائما في امان، ان شاء الله يا ربي. ونبارك الصحة وصحة فطوركم. الله يسلمك، شكرا لك وشكرا على المشاركة.